السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو مرشحات كيمياء للصف الثالث متوسط، أهم الكشوفات واختبر نفسك. سويت لكم اختبارات اللي هذه الاختبارات الفصل الرابع والفصل الخامس، تختبرون نفسكم. خلينا أول مرة نشوفكم الكشف، كيف يتم الكشف عن غاز كبريتيت الهيدروجين، والكشف عن أيون الكبريتات في محلول مركباته، والكشف عن أيون الصوديوم، والكشف عن أيون الألمنيوم، والكشف عن غاز الميثان، والكشف عن غاز الأمونيا. هذني الكشوفات، اقروهن كلهن. زين، هنا عندنا اختبر نفسك الفصل الرابع، تختبرون نفسكم. هذه قدامكم، راح نمشي الفيديو على الكيف. هذا تختبرون نفسكم به، هذا الفصل الرابع، وهنا عندنا الفصل الخامس، هما تختبرون نفسكم به.